تعد خزانة القرويين بفاس من أقدم الخزانات في العالم، يعود تأسيسها إلى سنة 750 هجرية على يد السلطان أبي عنان المريني، ومنذ ذاك الحين وهي تلعب هذه الخزانة دورا بارسا في ميادين العلم والمعرفة، حيث يقصدها الباحثون من مختلف بقاع العالم لما تحتويه من كتب نادرة ونفيسة. فقد عرفت هذه الخزانة التراثية المغربية وعلى مر الزمان عملية ترميم لمخطوطاتها وتهيئة وإصلاح لطبعا بنائها وللحفاظ على قيمتها العلمية والمعمارية، مما جعلها صامدة أمام عوامل الزمن قرونا طويلة. يذكرها التاريخ كواحدة من أعرق الخزانات في العالم، زودت طلبة العلم بكتب ومخطوطات نادرة خطت بأنامل مدونيها كابن طفيل وابن رشد وابن خلدون وغيرهم. خزانة القرويين وسط العاصمة العلمية للمغرب مدينة فاس، بنيت تزامنا مع بناء جامع القرويين في القرن الثالث للهجرة، لكن السلطان أبي عنان المريني عاد إنشاءها في القرن الثامن الهجري لتصبح منارة للعلم وقبلة لطلابه من مختلف الأصقاع. تعد أيضا من أهم الخزانات، لماذا؟ لأنها تتوفر على رصيد من المخطوطات مهم يمتاز بالندرة، وفي بعض الأحيان لا يمكن أن تجدونه إلا في هذه الخزانة، وسنذكر بعض الأمثلة. الخزانة تحتوي مثلا على نسخة من المصحف تعود إلى القرن التاسع، وهي نسخة عتيقة مكتوبة على الجلد بخط كوفي. طورها المرينيون، لكن بلغت أوجها في عهد السعديين الذين أغنوها ب32,000 مجلد ومخطوط نادر، رقم أصبحت معه من أهم الخزانات في العالم. وبفضل نظام الميكروفيلم لتخزين الكتب وحمايتها من الضياع، حافظت خزانة القرويين على رصيدها العلمي الذي يضم فيضا من المؤلفات والمخطوطات لكبار علماء المغرب الإسلامي. هذه الخزانة والخزانة الأخرى ضمت مجموعة كبيرة من الكتب، وكانت هذه الكتب عبارة عن هدايا وعن كتب محبسة من طرف بعض الملوك المغاربة وكذلك بعض المحسنين. هناك أيضا الأرجوزة الطبية لابن طفيل، وهي النسخة الوحيدة في العالم لا يمكن أن تجدونها إلا في خزانة القرويين، وهي التي تطرق فيها ابن طفيل إلى جميع الأمراض بين الرأس إلى أخمص الأقدام بطريقة شعرية، يعني غاية في الإتقان، وهي نسخة تعود إلى القرن الثاني عشر. عرفت خزانة القرويين عملية ترميم وتهيئة وإصلاح لبناياتها، مما حافظ على قيمتها العلمية والمعمارية، ولغاية اليوم تتوفر هذه المنارة العلمية على أقدم مخطوط في العالم يعود إلى القرن الثاني الهجري، وهو كتاب صيغ لأبي إسحاق الفزاري ونسخة وحيدة في العالم من كتاب أرجوزة ابن طفيل. كريم القرقوري، التلفزيون العربي، فاس. وينضم إلينا مشاهدينا من الرباط الدكتور محمد العلوي، وهو مؤلف وباحث مغربي وخريج جامعة القرويين. أهلا بك دكتور محمد إلى شبابيك والتلفزيون العربي. يعني أبدأ معك من هذه الخزانة، خزانة القرويين، لو تحدثنا أكثر عن مكانتها التاريخية الثقافية أيضا وهذه النشأة. أهلا وسهلا أستاذي الفاضل، أحياكم الله. أهلا بك وأشكركم على استضافتكم هذه الاستضافة الطيبة. بادئ بالبدء أقول بأن جامعة القرويين هي أقدم جامعة في العالم، تم تأسيسها من طرف فاطمة بنت محمد الفهري القيرواني سنة 245 هجرية 879 ميلادية، وقد أسست هذه المرأة الصالحة وهي صائم لكي تكون صدقة جارية يعود أجرها على أبيها الذي كان يعتبر من أغنى وأفقه وأعلم علماء فاس أنذاك. وبالفعل تمكنت هذه المرأة العظيمة أن تخلد اسمها في التاريخ، فكانت جامعة القرويين أول جامعة في العالم، سبقت الزيتون في تونس والأزهر في مصر، وسبقت جامعة أوروبا بحوالي 200 سنة إلا 9 سنوات.
درس في هذه الجامعه اشهر علماء وفلاسفه الشرق والغرب، منهم ابن سينا وابن طفيل وابن رشد والطبيب اليهودي موسى بن ميمون وابن الباجي وغيرهم كثير. وفي منتصف القرن الثامن الهجري تم تأسيس خزانة القرويين على يد السلطان أبي عنان المرني سنة 750 هجرية لكي تكمل الدور الذي بدأته جامعة القرويين. ففعلا كان تأسيس هذه الخزانة بمثابة منارة علم استفاد منه العالم في الشرق والغرب، طيب. حيث تضم هذه الخزانة أكثر من 45 ألف مرجع معتمد وأكثر من 24 ألف وثيقة نادرة، وهي تنفرد هذه الخزانة باحتوائها على أهم المخطوطات، فهي تحتوي على مقدمة ابن خلدون التي قام بإهدائها لهذه الخزانة شخصيا، وكما تتوفر على الأرجوزة الطبية للفيلسوف الطبيب ابن الباجة، وتحتوي على نسخة من القرآن الكريم كتبت على جلد الغزل سنة 750 هجرية، وتحتوي على شرح للفارابي، على مخطوط للفارابي، وكذلك على عدد كبير من المخطوطات النفيسة التي تحوي ست صنوف المعرفة ابتداء من الطب والهندسة والتاريخ والفلسفة والرياضيات والرحلات والتصوف وغيرها من العلوم والمعرفة. لذلك يمكن وهذا كان لها دور دور بارز في ميادين العلم والمعرفة، وكانت مقصد أيضا للباحثين من مختلف بقاع العالم. حدثنا عن الرصيد العلمي، كنت أريد أن أسألك عنه، وأيضا قيمة الخزانة، هذه القيمة الكبيرة الثقافية، لكن صمودها إلى هذا الوقت يتطلب جهد كبير. ما الذي تم حتى الآن، وأيضا الحفاظ على هذه الكنوز كيف تمت؟ نعم سيدي، إن الحفاظ وضمان ديمومة هذه الخزانة وإشعاعها العلمي والثقافي نابع من سبب واحد، وهي أن جميع سلاطين المغرب اهتموا بجامعة القرويين واهتموا بالخزانة. فكلهم، كل ملك أو كل سلطان المغرب عبر الدول المرابطية والسعدية والمرينية إلى وقتنا الحالي للدولة العلوية، كل ساهم بنصيب وافر وحافظ على رمزية الجامعة وعلى خزانة. ففي عهد السلطان محمد الخامس رحمه الله تم تأسيس جناح العلويين بخزانة القرويين، وهو جناح ضخم جدا. وفي عهدنا الحالي تم تزويد الخزانة بمختبر علمي متخصص في ترميم وإصلاح المخطوطات لكي تواكب المستجدات، ولكي تحمى هذه المخطوطات من البرودة ومن السرقة وكذلك من الضياع. وهذا المختبر العلمي هو يتوفر على أحدث وسائل التكنولوجيا العلمية التي تزخر بها التكنولوجيا في العصر الحديث، ويوجد في الطبق الثاني من الخزانة القروية. جميل، هذه موضوع الاستراتيجية والمعايير يعني المعمول بها للحفاظ على كل ما ذكرت، لكن يعني ما الذي يفيد الخزانة وحتى المغرب بالانفتاح على المحيط العالمي والمشاركة في تظاهرات ثقافية، ما الذي تستفيد منه أيضا؟ إذن كما قلنا بأن الجامعة هي إرث إنساني حضاري للإنسانية جمعاء، حيث درس فيها كل المشارق والمغارب، درس فيها اليهود ودرس فيها النصارى والمسلمين، فهي منارة علم إنساني حضاري سف. وهكذا يعني ظلت مفتوحة وظلت تشع بنورها العلمي على مختلف العصور دون انتماءات ضيقة أو دون حسابات ضيقة، لأن العلم هو إرث للإنسان يجمع. وبالتالي فخزانة القرويين وجامعة القرويين إذن ظلت تتميز بطابعها الإنساني العالمي الصرف الذي أفاد وأنار كل جنبات التاريخ من منذ نشأتها وإلى الآن. نعم، من الرباط، وهي إذن والسر على ذلك أنها كذلك نعم. إذن تحتوي على ترجمة فريدة ووحيدة لكتاب أرسطو الأخلاق، وهي الترجمة العربية الوحيدة التي
تنفرد بها خزانة جامعة القروية. نعم، من الرباط الدكتور محمد العلوي، مؤلف وباحث مغربي وخريج جامعة القرويين، شكرا جزيلا لك دكتور.